طيب ربيع، هل انت بشكل عام كنت بتحتاج تذاكر عدد ساعات طويل يوميا؟ هي في كوقت معين ما كنتش بحسبها كده خالص، بس انا الفكره ان الحفظ بتاعي بياخد وقت طويل قوي، يعني ممكن اقعد في صفحه واحده مثلا 3 ايام. فلا بجد حقيقه، فالموضوع الحفظ بياخد معايا وقت جامد جدا، بس الحل انا بحبه جدا، فانا ممكن اقعد مثلا امسك كتاب اقعد احل فيه عادي، ممكن اقعد يوم كامل بحل اللي هو ممكن اخلص منها كامل، بس في الحفظ لا، صفحه واحده ممكن اقعد فيها 3 ايام ما عنديش اي مشكله. فهي فكره الوقت ما كنتش بتفرق معايا قوي، الفكره الانجاز اللي انا حققته، ان انا وصلت لحد فين، قدرت فعلا اخلص التاسكس اللي انا حاططها لنفسي، انا حاطط لنفسي ان انا اخلص مثلا جزء معين، فلحد ما بخلصه بفضل قاعد مكاني، انا بحاول اخلصه على قد ما اقدر. يعني في المتوسط كده كنت بتحتاج تذاكر كام ساعه يوميا؟ هي بتختلف يعني كل يوم على حسب، انا ممكن يوم اكون تعبان فيه ما ذاكرتش فيه ولا كلمه، في يوم تاني انا فعلا عندي قابليه ان انا اقعد اذاكر، فممكن اذاكر 6 ساعات، ممكن اذاكر 5 ساعات، ممكن اذاكر 4، بتبقى على حسب. في ايام مثلا بتاعت الامتحانات دي ممكن اقعد، وبتاعت المشاريع بالذات كمان لما دخلنا عماره ممكن اقعد 3 ايام بشغال اللي هو ما بفصلش، فهي بتبقى على حسب المطلوب وعلى حسب الوقت المتاح والزنقه اللي انا زنقت نفسي فيها يعني. طيب ربيع، هل كنت بتفضل وقت معين للمذاكرة؟ يعني كنت بتذاكر مثلا الصبح بدري او بالليل، ولا كنت بتسيبها حسب الظروف؟ كانت بتبقى على حسب ظروف اليوم، يعني ممكن اليوم نفسه اكون انا فاضي فيه الصبح ومش هبقى فاضي بالليل فبضطر اذاكر الصبح، او مثلا يوم ان انا هبقى فاضي الصبح، ابقى مشغول الصبح ومش فاضي بالليل، فاللي هو كده على حسب ظروف اليوم يعني. تمام. فبس انا كان اغلب الاوقات خاصه في ثانويه عامه كان الدروس بتبقى كلها الصبح، وانا انا دايما بحب وانا بذاكر يكون هدوء تام، فاغلب الوقت كان بيبقى بالليل اللي هو وقت الهدوء التام، اللي هو مثلا من 12 بالليل لحد 6 الصبح، فاللي هو الوقت ما فيش حد خالص بيتكلم، ما فيش حد، ما فيش نفس، فهو ده كان بيبقى افضل وقت بالنسبه لي للمذاكره، خاصه وقت الحفظ. يعني كان ممكن الحل ان انا بحل في اي وقت ما فيش مشكله، بس فكره الحفظ نفسها بالذات كانت بتبقى دايما في الوقت ده.